الكافي هذا حطيت فيه شاي وملح، بنزل حق احمد الرويس اشوف ايش يسوي. كيف طعمه؟ ما أنا ذايق بعد مرة ثانية. لا اللي قبلش من اللي قبلش. لا يبدأ المرة من جرح من جرح. فهمت السلام عليكم، فلوق جديد، يوم جديد، مغلب خفيف كذا صغير. وعلى الصباح بيسوي فيني مقلب، على الصباح الله خير. خفيف بس يعني شنو؟ والله ما أحد تشرب قهوة أنت وسكر صح؟ أحد يشرب قهوة بشاي بسك بملح. خليها كذا مالي. المهم صباح الخير، المهم إنه صباح الخير، فلوق جديد. رايحين نذبح و نذبح خروف بالكذا انتبه خلي. او عشان يعني لا حد يشكني بروح اذبح واحد انسان واحد انسان هذا متعب عليه. رايحين احنا حق بنم منك والله مو مني والله من الملح اللي اعطيتني اياه والله بروح حق بنم الحين بيخلي اليوم كامل اي شيء يسوي غلط بيقول منه اجل كم اذا الصباح حقي خرب يخرب اليوم كله. انا من هذه الاشياء اللي اخذ قفوه اخذ لي قفوه يا سلام يا سلام. المهم بنروح نسوي اشياء، بناخذ بنمر نروح الولمارت ياخذ سيارته، بعدين موجهين بنذبح تيوس خرفان. تيوس خرفان اوكي. المهم بعرين المهم ويلي هذا انا ما شربت الملح، هذا انت ما شربت الملح. تيوس خرفان وبعرين هذا طال عمرك، هذا جدي الله يرحمه. قعدت اسولف معه والدكتور كان في المستشفى، الدكتور كان يقول انه وجات ثلاث جلطات الله يرحمه ورا بعض متتالية، فأثرت عليه نفسياً أكثر من أنها أثرت عليه جسدياً. فالدكتور يعني آخر مرة قعدنا معاه قال حاولوا تسولفون معاه، حاولوا تغيرون نفسيته شوية. قلت خلينا نفتح معاه سالفة حلب وما حلب وما أدري إيش. قلت جد والله عندنا إحنا في أمريكا هناك بقر ما بقر، بس ما أبغى أجرب. قال ما أبدأ في البقر، أبغى أحلب، بتعلم كيف أحلب. قال إيش تبي تحلب؟ قلت بقر ما عندنا بقر. فبحلبت هسه. انا جيت مطفي النور وقلت تيس جدي وقاعد كذا مثل عسير رفع راسه قال في احد يحلب تيس؟ في احد يحلب تيس؟ الله لا يجرك تحلب. ورجع مره ثانيه قلت يا جدي انا اسف والله انا طلعت عفوي عرفت، والى يومك هذا ابوي كان موجود والله ماسك عليه يضحك علي يوميا يعني. طبعا في احد يحلب تيس؟ بس هذا العلم سلامتكم. هذا بنمر هناك انا رايح فين؟ تبي كضي؟ ايه عطر بالملح شفته؟ ايه شفته. سوي ملح وشاهي وكافي. صباح الخير. والله خلص الملح اللي عندي كله شكله. خلص الملح اللي عندي كله. لا والله ما تشرك مويه والله نسيت والله. يما لا لا ما اي والله سلم سلم عليكم. يسبب لك والله ديزل منتهي تاريخه، مو ديزل بس ديزل مخلوط بغاز. لا يشرب بيره بالزنجبيل تعرفها؟ اي اي عرفتها. ايوه ايش تقول؟ طلعناه من بيته. ايه والله مو مني، والله مو مني. انت قلت لي من الجهه الثانيه، فانا اوتوماتيك رحت على شقته عند الشباب حقت فهد الغامدي، مو فهد محمد الغامدي وشاور على الموستنج البيضاء. هاي عرفت رحت هناك انا اوتوماتيك ما ادري ليش عرفت. قلت له طيب هو من الجهه ذي احسن نتوقعته يمشينا ذا الخط كله كامل. ايوه قال لا كيفك في يمين في يسار. قلت انا ما ادري يمين زين ولا يسار. قال يمين. رحت ويمسك بخط كذا كامل فره كامله. ليه اقول لك والله يشرب غاز بديزل. الحين كم باقي نوصل؟ وين بيت توك راضي قريب الظاهر كم باقي؟ نروح على امستردام. يلا امستردام مر على امستردام بعدين نطلع وشي لندن بعدين نمر على ناخذهم من هنا الحين من ودي احمد رقصان نسلخ. طيب وذيل الحين لا جاوا ما نقول لهم ان احنا بنذبحهم يبسي يعني لا تروح للولد تقول شوي جاك 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 اسكت ما يسمع صح ما يفهم ما يفهم من طبعا احنا بناخذهم من هنا بنروح نذبحهم في جهه ثانيه. لكن الاطفال ذيلي متربين مع الخرفان ذيلي بناخذهم فما فهمت اللي اقول لكم بس انهم ما يبون يدرون احنا بناخذهم نذبحهم. شفت هالبيت؟ شوف اللي جابه هذا اللي معي الجوت بنبي البيع صح؟ احمد خذ الحمر التيس اللي ورا ذا؟ ايه عندك بيطلع واحد بيطلع واحد لا لا بس غلط العلوم خايفه يلا تعال شايل بذره
أنا قلت شيء؟ لقيت. هم يدرون إنك مذبح. والله؟ شنات. ألوم باللحم هذا زين ما أدري. ألوم تدري بس الأولاد ما يدرون. إيه ما يدرون. إيه الأولاد ما يدرون. مالك إذا نطيبون مرة نصورهم. أركب. ما بيسوي شيء بيصورهم. إيه بس. أصورهم لك مالي. ها؟ إذا نطوا صورهم. صورهم ما أشوفه. طوط طوط. نقز واحد طلعت رجله. مربط عادل بنمر بنمر ربط عادل يا بنمر والله اني ربط عادل بنمر فرها عليك كذا لين ربطناها والله فك فك الثاني قام ثاني واحد حتى لو فك امشي امشي بنمر هذا ربط رجل ثاني يلا علشان ما يضرب نفسه بعد ودم يطلع منه ولا شيء ايه وفي القاع الشرع اللي زي الشرع تسحبه وتلف ايه مش قد الشرع يطلع صوت انت ما شاء الله لا هذا ما ارتخت لا لا طبعا ما راح اصور شيء الحين فالوعد بعد ما نخلص من زوجتك لما قرصت اخيرا والله ما توقعت بناخذ وقت كذا تقريبا يمكن اخذنا 4 ساعات او 5 والله اكثر توقعت ساعه انا بناخذ ما توقعت الحسبه كذا بس الحمد لله خلصنا اتوقع راح نفلو كذا انا تعبان اليوم كان جميل وحافل بسبيان اني كنت موجود في البلوك ها؟ ها اوكي كمل خلاص جملة مفيدة عشان افهمك عشان اقدر اجاوب ما خلاص اقول لك كمل ما يحتاج طيب اليوم استمتعنا بالفلوق واليوم استمتعنا باليوم الجميل بس الفلوق هم استمتعنا فيه طيب ان شاء الله تستمتعون بالفلوق الجديد اليوم هذا اللي اشتغلنا فيه احمد اعطاكم كل التفاصيل من اللي سويناها ولا تنسون سبسكرايب وان شاء الله نشوفكم في فلوق اخر جديد مع السلامة عليكم وعليكم السلام ورحمة الله